مستمر معكم نوفمبر 2014 بيبر 2 فارينت 1. والسؤال الثاني منهج الكور منهج الران. طبعا يا جماعه بيبر 2 اللي هي اصبحت لاحقا بيبر 3. السؤال هنا يا جماعه بيزكس قوي، يعني الراجل بيقول لي a steel object has 5 كيلوغرام stamped on its side. الاوبجكت ده يا جماعه وزنه 5 كيلو. express 5 كيلوغرامز in grams. طيب ركز بقى نجيبها ازاي. طبعا في ناس بتتبع بقى اسلوب ايه اللي هو من الكبير للصغير، مش عارف تضرب ومن الصغير للكبير تقسم. انا الحقيقه ما بتبعش الاسلوب ده، انا بقولها كالاتي. ال1 كيلوغرام ب1000 جرام، ال1 كيلوغرام ب1000 جرام، يبقى ال5 كيلوغرام بكام جرام؟ بس كروس مالتيبليكيشن بسيطه خالص خالص. فالطريقه دي في التحويلات جميله جدا، انك تبقى عارف كل حاجه عباره عن ايه. تمام. طيب انا اظن يا جماعه يبقى ده معناه ان هتبقى 5 في 1000 على 1 يبقى 5000 جرام. طيب the density of the steel is كذا، ده density يا جماعه، وركز ان هي جرام بير سنتيمتر كيوب. احسب the volume of the object من عينيا، density equals mass over volume. الماس بتاع حضرتك ركز ان انت لازم الماس بتاعك تاخده بالجرام اللي هو هيكون 5000 مش 5، على الدنسيتي. طبعا اتفقنا يا جماعه ليه؟ لان ده اللي تحت هنا واللي فوق هنا يتبدلوا مع بعض او يجوا جنب بعض عادي. اللي تحت هنا واللي فوق هنا ما دام ما بينهم علامه ايكوال، اللي تحت هنا واللي فوق اوعى يكونوا جنب بعض، لازم يكون ما بينهم علامه الايكوال. اللي تحت هنا واللي فوق هنا يتبدلوا مع بعض عادي. تمام. يبقى 5000 على 7.81 يديني الرقم الجميل ده. سؤال دنسيتي مباشر جدا جدا جدا، بيزكس قوي يعني.